ما هو السلام؟ هو الأمن، الأمان، الإيمان، الأمل الذي يبحث عنه الجميع. هو الصخرة التي تتحطم عليها الأطماع والحروب، هو الذي به نحلم ونتنفس، أن تجد النور في كل طريق، أن تعيش بلا خوف أو دمار. هو أمانة الإنسانية في الأرض، هو المكان والزمان الذي فيه نقف ونسلم. إن العالم ليس مكاناً للعيش بلا سلام. دعوة للسلام في قمة القاهرة للسلام يوم 21 أكتوبر.